السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الجهاد الأخضر. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حي على الجهاد الأخضر. إيه هو الجهاد الأخضر؟ الجهاد الأخضر هو إن إحنا نجاهد في الحفاظ على البيئة، ونشوف التعاليم الدينية للحفاظ على البيئة، اللي هو نقدر نقول بدل ما الجهاد الأخضر نسميه الإيكوسيولوجيا، اللي هو الجمع بين علوم البيئة والأيكولوجي، اللي هي دراسة الكائنات الحية والبيئة والدين. ازاي ان الدين سواء الاسلامي او المسيحي او اليهودي او البوذي او بيحث اتباعه على المحافظه على البيئه. طبعا انا مسلم، فهتكلم من وجهه النظر الاسلاميه، واتمنى يكون في ناس من الديانات الاخرى تبدا تتكلم على موضوع الايكوسيولوجيا، او ان ازاي الدين بتاعه بيحث على الحفاظ على البيئه، لان البيئه دي هي اللي احنا بنعيش فيها، وأي دمار بيحصل فيها هيكون ليه تأثير سيء علينا. طبعا في تجارب كتيرة جدا، زي مثلا في أوغندا المشايخ هناك عملوا حاجة اسمها الجمعة الخضراء، وقالوا احنا هنلتزم بإن احنا نوعي الناس بخطورة الاعتداء على البيئة، وإن احنا نبدأ نزرع. فالحمد لله المسلمين هناك زرعوا 250,000 شجرة من الفواكه المختلفة. ليه احنا ما بنعملش حاجة زي كده ونزرع في الشوارع العمومية، تزرع برتقال وأي حد يأكل منه؟ الإسلام بيقول لك لو في كل كبد رطبة أجرة، يعني أنت لو زرعت أي حاجة كل منها أيا كان ديانته، أيا كان حتى لو طائر أو حيوان، أنت بتاخد أجر على هذا. وفي النرويج برضو عملوا محاضرات وقعدوا يفهموا الناس إن الجهاد الأخضر هو إن إحنا نحمي الأرواح، وإن إحنا ننقذها، وإن إحنا نبقى واعيين بخطورة التغيرات المناخية، وإن إحنا نجاهد في سبيل إن العالم يبقى أفضل. طيب برضو من ضمن الدول، مثلا في تنزانيا أغلب اللي هناك مسلمين، وكان في بعض الصيادين بيستخدموا الديناميت في الصيد، فحاولوا يقنعوهم بأكتر من طريقة إن الكلام ده غلط، وإن ده بيضر، وإن ده هيبقى هيليه بتأثير في المستقبل، فما اقتنعوش. فبدأوا المشايخ تبدأ تتكلم في صلاة الجمعة وبعد الصلوات ان يا اخوانا لا، الاسلوب ده غلط. فالصيادين بدأوا يسمعوا الكلام دوت وبدأوا يفهموا، وبعضهم طلع في الصحافة وقال لك احنا عرفنا ان صيد بالديناميت ده حاجة مدمرة للبيئة، وده من القرآن، فاحنا هنحافظ عليها ومش هنستخدم الديناميت مرة تانية. فبرضه في تنزانيا برضه نفس الفكرة، بدأوا يحافظوا على البيئة وبدأوا يعملوا محطات طاقة متجددة ومشروعات إعادة تدوير. الدين مش ضد التقدم، مش ضد الحياة، مش ضد إن أنت تزرع، بالعكس. يعني ديننا الإسلامي بيقول لك إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غرسة فليغرسها، هياخد أجر عليها. وفي أندونيسيا في 2013 بدأوا يتكلموا في خطب الجمعة، فأصبح في وعي بمشاكل البيئة، وصدر قوانين بتحظر التجار والصيد غير المشروع في الحياة البرية، وإن إحنا لازم نحافظ على الحاجات اللي هي مهددة بالانقراض. ولو جينا نتكلم على بعض المواضيع اللي هي زي مثلا دفن الموت تحت التراب، دي من الحاجات اللي الإسلام بيتكلم عنها، زي في قصة قابيل وهابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليرهق فيواري سوة أخيه. دي من الحاجات الكويسة للبيئة، واي حاجه تانية بتضر، حتى ان انت تحرقه ده بيؤدي الكربون وبيأثر على البيئه. وبعدين في تحريم تام من نبش القبور، وده من ضمن الحاجات الكويسه. برضو موضوع الحجر الصحي، بما ان عندنا كورونا والحاجات ديت، فاحنا عندنا احاديث كتيره جدا فيها وعي وتخليك تقلل خطر الكورونا، زي اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوا عليها، واذا وقع انتم بارض فلا تخرجوا منها فرارا منها، ده في البخاري ومسلم. وفي حديث برضو ان من العرق التلف، يعني التلف والحاجات ديت ان انت تتقرب من المرضى. وفي حديث برضو لا يردن ممرض على مصح، يعني لو واحد مريض يعتذر الناس وليه اجر الشهاده حتى لو ما ماتش، بسبب ان هو اعتذر في البيت وما رضيش يروح عند الاصحاء. بعدين احنا عندنا برضو موضوع النظافه، يعني من ايات القران وسيبك فطهر. وفي برضه زي ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والرسول صلى الله عليه وسلم حث في صحيح البخاري ومسلم، حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام يوما يغسل فيه راسه وجسده.
طيب، بس في اسراف في الميه؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم منبه كتير جدا على موضوع الاسراف في الميه، ومحدش يصرف الميه حتى لو انت على نهر جار وانت بتتوضى، تبقى حريص ان انت تقلل كميه الميه. وكان الامام احمد بن حنبل بيتوضا، فكان اللي بيصب له الميه بيحاول يداري، لان الناس لو شافت كميه الميه اللي بيتوضا بيها الامام احمد بن حنبل ممكن يعني يقولوا ايه ده كان بيتوضا بمقدار ما يقارب اللتر، يعني ما لتر كده تكفيه ان هو يغسل ايديه ووشه وايديه وشعره ورجليه، كميه ميه بسيطه جدا. بالعكس، احنا لما بنيجي نتوضى يقول لك زياده الايمان ان انت تقعد تغسل كل حاجه، لا قليل جدا. ومن الحاجات برضو في الاسلام ان انت تبقى حذر من الحرائق، وحذر من ان يبقى في حيوان او في عقرب او اي حاجه يقرب من الاكل بتاعك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك غطوا الاناء واوكوا استقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج، ده في البخاري. قبل ما تنام تطفي اي ولع، وقد في بيت ولع في المدينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اول ما عرف قال لهم ان هذه النار عدو لكم فزنمتم فاطفئوها عنكم. دي من ضمن الحاجات اللي لازم نحذر الناس منها. والرسول صلى الله عليه وسلم برضو قال لازم نحافظ على البيئه والطيور. يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الترمذي، اكر الطيور على مكانتها، يعني البيت بتاعها ما تفزحهمش وخليهم يعيشوا فيها. حتى الفسطاط ده سمي بكده لان الفسطاط يعني خيمه. كان عمرو بن العاص كان خيم في مكان، والخيمه دي وقف عليها طيور، فهم المفروض هيتنقلوا، فالجم يفكوا الخيمه لقى في طائر موجود هو البيت بتاعه، فقال لهم لا ما تفزحهمش سيبوها زي ما هي، فسابوا الخيمه، فاصبحت مدينه كامله اسمها الفسطاط. وفي نهي شديد جدا ان انت تتخذ الطير غرض، يعني تبدا تنشل عليه، ده حرام جدا، يعني لا يجوز هذا. وبرضه بالنسبه للميه، تذكر حديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ممنوع ان انت تتنفس في الاناء، ممنوع ان انت تسيء استخدام المياه. وفي آية في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الماء ذكر 80 آية في القرآن، فمهم جدا موضوع نظافة المية، وإن احنا ما نسيش استخدامها، وإن احنا نحسن ما بقاش في مصنع بيرمي النفايات بتاعته في قلب النهر أو حاجة من الحاجات ديت. ومن ضمن الحاجات العظيمة جدا إن احنا في نهي إن احنا نسب الريح، وفي نهي إن احنا نسب الحمى المرض، تمام. فاحنا في ان احنا نتعامل مع الطبيعه بشكل كويس، ما نسبش الحاجه ديت، لا نتعامل معاها بحذر، وان احنا نحافظ على البيئه من ضمن الحاجات المهمه جدا في الاسلام. فانا اتمنى انتشار فكره الجهاد الاخضر والاهتمام بالبيئه والايكوسيولوجيا، وان الديانات كلها بتحترم البيئة وتحترم المكان اللي احنا عايشين فيه، وتحسنا ان احنا نزرع، وان احنا يبقى المكان كله اخضر ويكون فيه وعي للبيئة.